أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أذن المؤذن في رمضان لصلاة المغرب قبل الوقت بعشر دقائق، ثم تنبه لذلك وتوقف عن إكمال الأذان وأفطر بعض الناس. فما الواجب على المؤذن وما الواجب على من أفطر؟ المؤذن أدى ما عليه توقف، وأما من أفطر فعليه القضاء، لأنه أفطر قبل غروب الشمس عليه أنه يقضي هذا اليوم. نعم.